أول شيء أنا جدا سعيدة بلقائي مع صانع المحتوى المميز الخاص أحمد غالب. الله يخليك. تسلمي لي، أشكرك. إحنا صناع محتوى، أنا مهندس اتصالات أيضا، وعندي عقود، وقعت عقد ويا ديستنيشن أبو ظبي حتى ننطي نبذة عامة عن المشاريع اللي موجودة بأبو ظبي، وعن الاستثمار بصورة عامة، وعن الأشياء اللي هي الذكاء الاصطناعي وغيرها من المشاريع المتقدمة. بدنا نصور أجزاء من هذه المشاريع، وإن شاء الله نطلع صورة حلوة عن أبو ظبي أكثر، عن المشاريع اللي موجودة، لأن هي تفيد الناس بصورة عامة، يعني تفيد المستثمرين أيضا. هلا أنت مختص فقط على أبو ظبي؟ أبو ظبي وقعت اليوم عقد ويا حكومة قطر، همينا عندهم مشاريع ايضا احنا نريد نسلط الضوء عليها، اما ايضا مشاريع على مستوى الانترناشونال، مشاريع متقدمه، وخصوصا اللي يتكلمون عن الذكاء الاصطناعي اللي هو الفيوتشر، فاحنا مسلطين الضوء عن هاي المشاريع. انت دائما شغلك بين دبي والعراق؟ بين دبي والعراق وتركيا. نعم. تركيا عندي شركه ايضا اقدم بها سولوشن تقنيه، يعني تكنيكال سولوشن، اقدم بها حلول تقنيه للشركات، للمؤسسات الاهليه، يعني سولوشن يعني اشياء تقنيه نقدم لهم حلول من هذا النحو بهذا تركيا. اما هنا بالامارات فاحنا مسلطين قلتش الضوء على المشاريع الجديده، هم عندنا نعطي محتوى ثقافي للناس، وهم حتى نفيد الناس اللي تحب تستثمر. شو رايك بالتفاعل الاستثماري بالامارات بعد كورونا؟ رهيب رهيب، الاستثمار اللي يعني بالامارات استثمار رهيب وناجح نسبه كلش كبيره، ان شاء الله احنا راح نسهل الوصول لهذه المشاريع، خصوصا المجتمع العربي لازم يعني يكون واعي اكثر، ويكون عنده اويرنس اكثر، خصوصا بالمشاريع الذكيه اللي هسه نشوفها احنا بس بالافلام، خصوصا انا هسه يعني صار التطور بالامارات بالذات تطور خرافي ما شاء الله، واحنا الداعمين اكيد لهذه المشاريع، وان شاء الله ننطي صوره خرافيه عنها. شو رايك بالايفنت اكسترا؟ انت جنن، في ناس تجنن، اكيد انت واحده من الناس السبيشل. كلش استمتعنا اليوم، ووقت كلش مميز كان عندنا. نورتنا، اهلا وسهلا فيك.